تقولي ما ماشي انسان كلبه ولا حيوان، ماكتو ما عندهاش ولديها، بصح انا تربينا كاع في دار ايتام. تقولي ما ماشي انسان كلبه ولا حيوان، تقولي ما ماشي انسان كلبه، ماكتو ما عندهاش ولديها، ماكتو ما عندهاش ولديها، بصح انا تربينا كاع في دار ايتام، انا تربينا كاع في دار ايتام. احنا في بطبيعه الحال عندنا 20 طفله، ماكتو كل وحده فينا عايشه في ولايه، كاينه اللي متزوجه، كاينه اللي عاودت ولات لدارهم، وانا بقيت في الجلفه. اما كيشط الحصه هذه تاعكم انه فريال جات هضرت على اختي، شو حسيتها ترجع لهم كامل في الاخت تاعي اللي هي اللي اندلعت الحريق وبسبتها هي اللي ماتوا ولادها. اول كلمه نقولها اختك هي ابتسام اللي ماتت محروقه في السبيطار تاع زيرالدا ومستشفى الحروق، ربي يرحمها. ربي يرحمها. اختك هذه اليوم جيتي انت باش تقولي باش ندافع عليها. نعم، وتمدينا حقائق ومد الحقائق اللي كاينين. فريال في الحصه قالت انه لا، ابتسام هي اللي رمت ليسانس على روحها وهي اللي شعلت روحها. ماش حبيت نسقسيك، هل يوجد انسان ماكت يكون واش يكون اسكو يقدر يحرق روحه؟ مستحيل، اكيد لا، ما كانش اللي يحرق روحه. ابتسام دوك نهضوا بالمختصر، ابتسام ربي يسمح لها ربي يغفر لها، دخلت في علاقه مع المدعوه فرح. ابتسام ربي يسمح لها ربي يغفر لها، ابتسام ربي يسمح لها، دخلت في علاقه، دخلت في علاقه مع المدعوه فرح. لازم نقول هذه الكلمه في التلفازه باش تعرف العداله من بدات القصه، باسكو بلا ما كون ما تعرفش حتقعد غامضه القصه، باسكو مش هاجر رفع الشمه ولا باطا الشمه. واش معناتها باطا؟ انت بدايتك قلتي علاش شكاره شمه. لا انا قلت علاش شكاره شمه لانه فريا قالت لنا علاش شكاره شمه، وهذه شكاره شمه تعود لشخص اخر من باتنا هو سمير. سمير حنا يومها يا اختي سهام لازم تفهمي، اليوم لازم نفتحوا قوس للمشاهدين. حنا احتراما للمشاهد الجزائري كنا على بالنا بكاع التفاصيل بهاد العلاقه وبهاد الامور الخطيره جدا اللي يهتز لها عرش الرحمن. عرش الرحمن. حنا كفريق اعداد قلنا لا، ما نحكيوش على التفاصيل احتراما للمشاهد ونحترم حرمه الميت كذلك. خلينا الامور جازت هكاك، حتى ولو انه حنا تلقينا انتقادات لانه كاين الناس كانوا على بالهم بهاد العلاقه. باسكو انا كنت خبي هاد الحقيقه، من راح نجيبوا من راح كيما نقولوا كيفاش راح نوصلوا للنتيجه؟ اسكو اختي اللي حرقت روحها وحرقت معها دراري صغار، اسكو فرح المدعوه جادو اللي حرقت اختي؟ لازم نكونوا كاع التفاصيل. اول حاجه اختي كي خرج من دار الايتام كان في عمرها دي زويطه، خرج من دار الايتام عانات في بزاف صوالح، شغل من كما يقولوا من انسان لانسان، من دار لدار. اخر مره كانت في باتنا عند وحده من صحاباتنا، بو ماشي صحابتها دار الايتام، نو صحابتها هي، ماشي داخله معنا في دار الايتام. جات المدعوه فرح لعند الصديقه تاع ابتسام، شافت تم ابتسام ومن بعد الفرح قالت لها نضمن لك سكن تعيشي مع اختي وبنات خوتي وبنات اختي ويما. اختي قالت لك هي ما بيها وين تروح معاهم عادي، ولات عاشت معاها في سطيف، ماشي في الباز المره الاولى، كانوا في جهه واحده اخرى ماشي في هذاك السكن. ومن بعد صاروا مشاكل تما في هذاك السكن، الكراي ما قبلهمش لانه عندهم سيره ماشي مليحه. اوكي قلتيها. ومن بعد كملت تماتك عاودوا حوسوا على سكن اللي هذه وين صارت الحادثه. وين كانت الكاريه هنا في الباز؟ هذيك الباز هذيك السكن تاع فرح مش تاع فريال. اي تاع فرح. اه تاع فرح. ليه في الحبس؟ امر بالايداع. راني معاك. بصح كم انه قال لك راهي تنحت ودنها ويدها خماجت، هم حابين ما يقدرش يدوها للحبس.